الآن الميكروفون وياك. اسمي سمير رمزي من اسكندرية. ما رأي الكنيسة في محاربة الإدمان وما الخطط المستقبلية لعلاج محاربة الإدمان؟ الإدمان بكل صوره وأشكاله، لأن بدأت تنتشر ظاهرة الإدمان بشكل واسع حتى بين الأنسات حاليا، فعايزين نعرف مدى الخطط المستقبلية لعلاج هؤلاء المدمنين اللي هم أبنائنا. في برنامج في أسقفية الخدمات اسمه برنامج الحياة الأفضل. البرنامج ده فيه أطباء وفيه معاونين وفيه مشيرين وفيه مصحة بتحاول تساعد في جهود الإدمان. طبعا موضوع الإدمان موضوع واسع جدا، الدولة نفسها بتبذل فيها مجهود، في جهود للتوعية، في جهود. خلي إيدك تفضل رفعها لغاية إمتى؟ في جهود كتيرة بتتم، لكن طبعا هي مشكلة على مستوى الوطن كله، لكن في جهود بتتم، وأي جهود في أي مجال بتحتاج دايما المزيد. طب إحنا بالنسبة كخدام إزاي نستطرق الطريق الصحيح أو المكان السليم لمعالجة المشاكل؟ برنامج الحياة الأفضل في كل النوعيات اللي حضرتك بتسأل عليها، في برامج التوعية وفي برامج العلاج وفي مشورة الأطباء، في كل حاجة له مكانه في مدينة نصر هنا في القاهرة، وفي مصحة موجودة في وادي النطر. تفضلي حضرتك. سلام يا سيدنا. سلام. بنتك ماجي من ابروشيت المنوفية. أهلاً. انا بعتب يعني معرفش هو عتاب ولا استفسار، احنا ليه مفيش متحدث اعلامي للتلفزيون عامة؟ يعني من امبارح طلع يعني شخص ما طلع يقول ان احنا كمسيحيين ملناش في القدس اي شيء، ونفس الشخص ده برضو عمل كتاب والتطاول علينا وعن تاريخ الكنيسة، والأنبا بشوي رد عليه في نفس كتاب، وبرضو بيحصل كتير ان بيطلعوا يقولوا في الإعلام عنا كلام. الناس اللي يعني إخواتنا المسلمين بياخدوا فكرة أو تاريخنا غلط، ليه ما حدش بيعمل مداخلة ومن الآباء يقول ويصحح التاريخ ويصحح الكلام ده، ويبقى في حد متابع للإعلام؟ وتاني حاجة، في سؤال تاني، احنا ليه يعني ما بنطلبش من وزير السياحة ان يجيبوا السواح عندنا اللي يزوروا الأديرة، بالذات أديرة الصعيد، لان احنا عندنا زيارة السياحة الدينية بالنسبة لينا احنا كمسيحيين، يعني مصر يعني مليانة زيارة دينية، وانا ما بشوفش غير قليل جدا ان كان بيزوروا الأنبا بشوي او أديرة معينة. احنا عندنا سياحة دينية مهمة جدا، ليه لما قداستك تقابل وزير السياحة مثلا ويعني توضح له الموضوع ده، وده يبقى شيء كويس للبلد عندنا يعني. شكرا لك. بالنسبة لسؤال السياحة، السياحة الدينية المسيحية موضوع على خرائط وزارة السياحة، وبنتكلم في الموضوع ده وبيشجعوا الزيارات. ويكفي ان وزارة السياحة السنة اللي فاتت، مش السنة فاتت، السنة دي والسنة اللي فاتت، عملت احتفالية كبيرة في عيد دخول المسيح أرض مصر. موجودة الجهود دهيت وبتزيد شوية بشوية، بيجينا يزورنا وزير السياحة أكتر من وزير، بيفكروا ويانا أكتر من مسؤول، فده موجود يعني. ربما
في بعض الأماكن ما فيها زيارات لاعتبارات أمنية بس، لكن الوضع لما يبقى عادي تبقى الأمور كلها مفتوحة، ومصر بتشجع كده، مصر كحكومة وكدولة بتشجع الزيارات. بالنسبة للإعلام اللي حضرتك بتقولي، الإعلام بقى حاجة كل واحد بيطلع يقول أي حاجة، كويس؟ احنا بقى مش عايزين متحدث إعلامي واحد، احنا عايزين مثلا شعب اسمه متحدث إعلامي يقعد يتابع القنوات والصحف والجرائد والمجلات والنت، ويفتح ال 24 ساعة عشان يعرف يرد. بيقفوا ناس ما يسووش، عشان كده حاجات كثيرة اللي بتقال ملهاش أي معنى خالص خالص. لكن من ناحية التوضيحات في موضوعات كثيرة، هنا المركز بيقوم، الإخوة ويا أبونا بولس بيقوموا بالتحديد الحاجات دهية، لكن الأكاذيب صارت غير عادية. عايز ألفت نظرك لحاجة، إن بعض الناس بتستنى إن الكنيسة تتكلم ترد. ليه؟ بس خلاص يبقى احنا وقعنا في الفخ انه ايه، الكنيسة بترد وتشهروا وبقى لهم قيمة وهم تفضلي فوق. حاضر حاضر. قداستك زمان كانت الكنيسة دايما، قربي الميكروفون لو سمحت. زمان كانت الكنيسة محاربة دايما بالهرطقة، بس دلوقتي بقت محاربة. زمان الكنيسة ايه؟ بتتحارب من الهرطقة، بس دلوقتي بقت بتتحارب اكتر بالإلحاد، ودي بقت حاجة منتشرة بزيادة. شباب كتير بنشوفهم ملحدين، والمشكلة الأكبر ان هم مش قابلين الكلام في الموضوع ده، هم خلاص ألحدوا مفيش أي نقاش. حتى الحاجات اللي بتطلع على السوشيال ميديا من فيسبوك أو غيره، ما يعني البوست ممكن يبقى موجود بيتعدى عادي، ما حتى ما نبصلوش. ازاي احنا نعرف نرجع الشباب دول تاني لجوه الكنيسة، حتى يعني بسبب ان الاعلام كمان مش عارف ياخد دور في الحكاية دي. الالحاد مش مشكلة ايمان فقط، الالحاد داخل فيها مشكلة نفسية عند الشخص، وداخل فيها مشكلة اسرية غالبا، وداخل فيها مشكلة تخص المجتمع اللي حواليه. حضرتك تعرف ان في مثل مصري بيقول خالف تعرف، خالف تعرف، كلكم بتأمنوا طب انا مش مأمن، يبقى انا ساعتها بايه، انا بقى المشهور والمعروف والحاجات دي. فالحقيقة هي مشكلة الشخص الملحد انه لم يجد من يحبه. عمرك ما تلاقي شخص ملحد بالصورة المقصود بها المعنى، وتلاقي إنسان سوي نفسيا من ناحية أنه شخص يحس بالحب في المجتمع بتاعه، أنه شخص محبوب، أنه شخص يقدر يحب الآخر. ففي مشكلة هنا. فدايما الشخص اللي عنده كده، الجدل العقلي ما بيجيبش نتيجة غالبا، الجدل العقلي نقعد نتكلم عقليا، الشخص ده عايز يتواجد الأول في بيئة يشعر أنه محبوب، بعد كده نتكلم بقى في الأمور الفكرية أو الأمور العقلية. هو لقى نفسه محبوب في وسط الناس الملحدين، ده بقى خالص زي المجرم في وسط المجرمين، مش كده؟ فده وضع صعب. لكن أنا أحس أن علاج الناس ده هي باللقاء الشخصي اللي فيه مشاعر قبول الشخص مش رفض الشخص. شخص ما يحس أنه مكروه أو مش مقبول، أعتقد يجد صعوبة في أنه يراجع أفكاره. بالحوار الهادئ أعتقد ممكن يجيب نتيجة. واحد فوق يتفضل. تفضل. أبنوب بن سويف. تفضل. بن سويف. بن سويف. وهي بن سويف ويانا النهاردة. بيسقفولها يعني ولا إيه؟ نعم موجودين. الشمال الصعيدي سيدي. موجودين. كويس. انا كنت بسال على الشباب، احنا عندنا الشباب كلهم دلوقتي مش بنعمل لهم مثلا زي اكتيفيتيز حاجه ان الناس تقرب من الكنيسه. احنا عندنا مشكله ان الشباب كلهم بره الكنيسه، بيقعدوا بره الكنيسه، بيتجمعوا بره الكنيسه. احنا محتاجين زي ما نيافتك قلت ان احنا نغير طريقه تفكيرنا، بحيث ان احنا نقرب الشباب دول لينا مره تانية، بحيث ان الشباب دول
يرجعوا يبقوا موجودين في الكنيسه مره تانية، لان احنا اوريدي محتاجينهم في الخدمه، محتاجينهم في حاجات كتير قوي. الكنيسه بعد كده مش هتقوم من غيرهم. فانا لازم اقول لحضرتك ولازم نعترف بكده ان احنا عندنا نقص في قاده الشباب. الشخص المؤهل واللي ربنا عطيله نعمة ازاي يتكلم ويا الشباب وازاي يتخاطب وياه، عندنا نقص في الحتة دي. طبعا في الاسقفية في اعداد لناس كتيرة، وفي الابرشيات في اعداد لناس كتيرة، لكن مازال الحقل واسع محتاج. فالحكاية دي عايزة ناس تؤهل نفسها سواء بالدراسة سواء بالقراءة سواء بالخدمة، علشان يقدر يتخاطب مع مجتمعات الشباب. لكن في صورة عامة على مستوى العالم في نوع من عزوف الشباب، ده حاجة عامة مش على قد الكنيسة ولا قد الوطن، عزوف الشباب عن أي حاجة. في حاجة كده موجودة في العالم كله بيدرسوها علماء المجتمع، علماء الاجتماع، بيدرسوها علماء النفس، بيدرسوها بعض الآباء في الكنائس. لكن لما بيتوجد خادم شباب يفهم الشباب، كل الشباب بيخش الكنيسة. تفضلي انت حضرتك رفع ايدك؟ لا، اللي وراك تفضل انت. ايوه، لا مش انت، اقعد اللي وراك ده. سلام يا سيدنا. ده يبقى نمرة كام ده؟ 5؟ نعم؟ بس الخامس في الكل. سلام يا سيدنا. 1، 2، 3، 4، 5. خليها الخامس. حاضر. تفضل حضرتك. سلام يا سيدنا، ابنك مينا مخلص كنيسة الأنبا بولا بالإسماعيلية. أهلا بيك. اسمحني أخذك لعهد البابا شنودة الله يرحم نفسه وأسألك سؤال صغير. أكتر موقف استفاد منه قداسة البابا توادروس عن الوعي من قداسة البابا شنودة. شكرا. أكتر موقف إيه؟ استفاد منه قداسة البابا توادروس، وإحنا النهاردة بنتكلم عن الوعي من قداسة البابا شنودة الله يرحمه نفسه. أكتر موقف وعي ثبت في عقلك وقلبك يا سيدنا من قداسة البابا شنودة عن الوعي. السؤال ده مش في المقرر. لا يتحسب طبعا، هو ضيع فرصة كده. البابا شنودة كان مدرسة مش كده؟ كان مدرسة. وأنا فاكر موقف حصل والبابا شنودة يوم 18 مارس سنة 83. في اليوم ده كان أزمة الدولة والسادات والكنيسة، فكان البابا شنودة في الدير، فكنا احنا طلبة في الإكليريكية رحنا نزوره في الدير، وكنا 7 مش عارف 3 أساتذة و4 طلبة حاجة زي كده. ففي الآخر البابا شنودة قال لنا ايه، كل واحد يطلب اي كتاب من كتبي اقدمه له هديه. فجيت عندي انا قلت له سيدنا يعني كل كتبك حلو، هات لي اي كتاب. فسيدنا البابا شنودة قام وجاب اكتر كتاب احبه في كتب البابا شنودة، اللي هو كتاب الله وكفى. وكتب لي عليه اهداء الى الاخ فلان ومضى عليه وكتب التاريخ، عشان كده انا فاكر التاريخ 18/3/83. حلوه الاجابه؟ عجبك؟ مستريح؟ يهمني انك تكون مستريح. ابونا جربنا الإخوة والأخوات ناخد الأبونات.
هلم تاني وقب بالله يدنا قدستك سيدنا ابنك القصة أنجيلوس القصة الرمية الأصية الأصية يا سيد. أهلا بيك سيدنا. يعني كان في حديث كده بيدور وسط مجموعة من شباب الأباء، يعني كنا بنتكلم على فكرة الكنيسة فيها تراث عظيم جدا ورائع جدا من التراث النسكي والأبائي الروحي الضخم جدا اللي طلع أجيال كتيرة جدا للكنيسة. هل سيدنا وإحنا بنفكر دلوقتي في بناء الوعي، هل محتاجين إن إحنا يعني مش عارف قداستك صححني إذا قلت إن نعيد النظر في الخطاب الروحي المقدم، بمعنى إنه الخطاب النسكي أصبح في هذه الأيام يعني مش عارف أقول إيه، قاسي شوية على العلمانيين، ولا يعني نحتاج إن إحنا يعني نبتكر طريقة جديدة لتقديم الخطاب الروحي بشكل يتناسب شوية مع متطلبات العصر بما لا يخل ب يعني تراث الكنيسة العميق وخبرات الآباء الغنية جدا واللي يمكن تقدر تديني مثال؟ يعني قد قداستك مثال سيدنا مثلا يعني حصل نوع من أنواع الخلط في المفاهيم في أن الشباب النهاردة مثلا بعض الشباب بيشوف أن المفاهيم الروحية اللي بتقدمها مثلا بستان الرهبان واللي كتير من الخدام في جيلنا يعني وطبعا واللي أكبر مننا شبع منها النهاردة بقى الشباب كتيرة يعني بيرفضها أو بيتعامل معها على أن ده أمر صعب جدا وإحنا مش هنقدر يعني نوصل ليه. فبالتالي بقى في ستاندرز يعني في ستاندرز روحيا كده الناس بتحس ان ده مستوى عالي قوي انا مش هقدر اوصل له فبالتالي انا هبعد. عايز اقول لحضرتك تفضل السرية، عايز اقول لك حاجه في كتابات النسكيه. في الكتابات النسكيه في جزء كبير فيها سجلوا الهامات العاليه والقامات العاليه وغالبا الغير متكررة في حياة البرية. يعني مثلا كل أباء البرية بيصلوا، لكن في واحد قديس أنبابشوي ربط شعره، ده يعتبر اكسبشن، مش كلنا هنربط شعرنا ونعمل كده. مثلا كل أباء البرية تعودوا الصمت، لكن في واحد حط زلطة، ده اكسبشن. قيس على هذا نقط. لكن احنا بناخد روح الوصية، روح الوصية. يعني مثلا لما يبقى في فترة صوم يليق مع الصوم في كنترول على الطعام، لكن لازم يبقى في كنترول على الكلام. مثلا ما فيش مانع ان انا اخد فترة، يعني مثلا من التدريب العصرية انا بديها لبعض ابنائي في الاعتراف اللي كانوا وياها من وقت بقى. تعالى يوم في الاسبوع ما تستخدمش الموبايل، مع الموبايل ده بقى زي الداء. تعالى يوم الثلاث ما تستخدمش الموبايل. تقدر يقعد طبعا بسأل قدسك برضو تقدر تستخدمش الموبايل؟ تقدر، يبقى برافو عليك، اهو انت جد عملت التجديد اللي انت عايزه. فهمني؟ فاحنا برضو علينا دور ان احنا ازاي نعدل نطور نحدث المفهوم. اياميها ما كانش فيه موبايل، كان بس مجرد الكلام، ما كانش فيه تلفزيون، ما كانش فيه نت. في النهارده حاجه بتقدر تستغنى عنها. هدي لك مثال برضو لطيف. عمله كاهن كان عامل خلوه بنات ثانوي، بنات ثانوي يحبوا الموبايل وهم بقى يحبوا يتكلموا كتير وكده. فقال لهم الساعه 11 بالليل، جاب كده سبت باسكت ولا حط فيه الموبايلات كلها، ده كان اتفاق قبل ما يبتدوا الخلوة، وكلها نحطها في الكنيسة الباسكت ده لغاية 11 الصبح. طب ليه؟ قالوا له ليه؟ قال لهم هو هتفضل في الكنيسة هتحضر التسبيحة ويانا وهتحضر القداس وتتقدس موبايلاتنا، بعد كده خدوها استخدموها وسيلة، نوع منا ايه بقى ما بقاش مرتبط بالموبايل ليل ونهار وهكذا. فهي علينا برضو ازاي نطور الوسائل اللي يتفهم بيها هذه الكتابات النسكية.
الحكاية بتبتدي النهاردة بولد صغير زيكم راح المدرسة، بس الحكاية دي زمان ما كانش فيه كهربا وما كانش فيه لمبات كهربا زي المنورة حوالينا، والولد ده هو راح المدرسة، ولما راح شوية في المدرسة كده سنتين ثلاثة باباه مات، وكان زمان مفيش معاش يطلعوه ويصرفوا بيه على البيت وعلى مرات الراجل وعلى ولاده، مفيش الحكاية دي خالص. فقعدت مامته تدور على مدرسة تكون رخيصة كده شوية عشان تودي فيها الولد، خدت الولد وعمالة تعيط طبعا لغاية ما راحت المدرسة وقالت أنا عايزة أقابل الأستاذ الناظر. قالوا له ده مكتبه. دخلت قالت له يا سعادة البي أنا ابني بس الوحيد ده هو عايزه يتعلم في المدرسة دهيت عشان نفسي يطلع ولد حلو. المهم الناظر خد الولد وما عرفوش طبعا لأنه كان جاي من بلد تانية، وهم هناك في المدرسة دخل له مدرس قال للولاد اللي قاعدين في الفصل والبنات قال لهم أحسن حاجة عند الولد والبنت يتعلمها إنه يقرأ، يقرأ كتير، أصله لما يقرأ كتير يعرف كتير، ولما يعرف كتير يفهم كتير، ولما يفهم كتير يقدر يشتغل كتير ويبقى حلو في وسط الناس. أهم حاجة يعمل إيه؟ يقرأ كتير. يقرأ إيه؟ كتير. ولما يقرأ كتير يحصل إيه؟ يعرف كتير. ولما يعرف كتير يفهم كتير. وبعدين عملوا امتحان للفصل يعني، وبعدين الولد يسهر كان محدش بيساعده ولا مدرسين بيساعدوه، الولد سقط في الامتحان، سقط. فجه الناظر قال له تعالى انت كده سقطت في الامتحان، عشان تعيد الامتحان لازم تدفع فلوس قد كده. قال له بس انا ما حلتيش ما عنديش. قال له طب هات ولي امرك. قال له ولي امري بابا مش موجود. قال له مين ولي امرك؟ قال له امي. قال له روح هات ولي امرك اللي هي والدتك. جت الست ما هيش عارفه هو الناظر عزيزها ليه، ابنها رجع البيت وهو بيعيط وبيقول لها الأستاذ الناظر عايزك. تاني يوم راحت لغاية هناك، وهي هناك قال لها الراجل بص لها كده الناظر وهو مكشر، تعرف تكشره؟ كشره كده كشره هيزعق، وعمل ايديه كده يا ست الولد ابنك ده ولد فاشل مش هينفع، أنا هطرده من المدرسة. الست سمعت الكلام ده قلبها وقع في رجليها، قالت يا نهار أبيض هتطرد الواد من المدرسة؟ ده أنا عايزة يتعلم، عايزة يعرف كتير ويفهم كتير. قال لها ما بفهمش وسقط في الامتحان، وكمان مفروض أنه يدفع الرسوم، وقال لي إحنا ما عندناش فلوس. قالت له إحنا ما عندناش فلوس طب عشان خاطري. قال لها مفيش فايدة، وابنك ده هو ولد وقال كلمة صعبة يا ولاد، قال عليه كلمة فاشل، الواد ده فاشل، دي كلمة وحشة خالص محدش يقولها على حد ولا يقولها على نفسه. أم خدت الواد وهي بتعيط، عيط وياي كده، تعرف تعيطه؟ والواد كمان بيعيط، حطت إيديها على الواد كده وفضلت ماشية، طب أعمل إيه في ابني؟ طب أوديه فين؟ هروح مدرسة إزاي؟ طب إحنا معناش فلوس، طب هنعلمه فين؟ طب الواد لما يكبر هيشتغل إيه؟ ده مش هيعرف يدخل الكلية، ده مش هيعرف يتعلم حاجة، ده الواد كده هيضيع مني. والأم بقت إيه؟ مستغربة تعمل إيه؟ قعدت تصلي شوية، بعدين قعدت تفكر طب أعمل إيه في الوقت؟ جت لها فكرة،
قالت ايه؟ انا هشغل الواد شغلانه. هو انت يا حبيبي تعرف تشتغل شغلانه؟ قال لها ما اعرفش. قعدت تفكر في شغلانه تتناسب مع الولد. لقت شغلانه حلوه قوي. قالت له ايه رايك تعال علشان تبيع جرايد وصحف ومجلات في وسائل المواصلات، في القطارات وفي الاتوبيسات والحاجات دي. يشيل كده شويه الجرايد، يشيل ويايا كده ويمشي يقول يا اللي عايز الجورنال ده واللي عايز المجله دي يلا مين، والناس تشتري منه وياخد الفلوس يحطها في ايه؟ في جيبه. وهو راكب القطر بيبيع يوم ورا يوم، الناس خلاص اشترت، يوم يشد الجورنال ويقعد يقراه. امسك الجورنال كده واقرا وياي، يلا يلا اقرا واقلب الصفحه، صفحه كمان، يلا يلا يقرا ويقرا ويتعلم. تاني يوم مسك المجل، يلا امسك المجل، يلا قلب صفحه، صفحه كمان، مجله جميله. وتالت يوم ورابع يوم ورابع شهر وخامس شهر، والولد رايح جاي يعرف ايه؟ مجلاته ايه؟ اصله افتكر النصيحه بتاعت الاستاذ اللي قال ايه؟ نتعلم ونشتغل كتير، مش كده؟ ما هو لما الواحد كده كل ما يقرا يبقى عقله كده كبير، واللي ما يقراش يبقى عقله ايه؟ يلا اعمل كده، اللي يقرا كتير يلا وياي، اللي يقرا كتير يبقى عقله ايه؟ كبير 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 كبير. يلا اخبط في اللي جنبك، يلا اخبط في اللي جنبك، يلا يبقى عقله كبير خالص. ودي الشطار. الواد كبر وبقى شاب حلو كده، وابتدى يقرا وابتدت تجيله افكار حلوه، وابتدى اللي يقرا كتير ويعرف كتير ويفهم كتير ويشتغل كتير اخر حاجه يخترع كتير، يخترع حاجات حلوه كويس، يخترع يفكر. هو ماشي كده لقى كل الناس، ما كانش في زمان لمبات كهرباء، كل الناس عايشين على الايه؟ شمع. يلا ولع شمعة كده زي شمعة اهي، شمعة. وبعدين يجي شوية هوا يعملوا ايه في الشمعة؟ يلا انفخ في الشمعة، يوه ضلمة، يلا نولع الشمعة تاني، ولع وياك، يلا الشمعة اهي، واقعد اقرا شوية عليها. وبعدين يجي شوية هوا يعملوا ايه؟ يطفوا الشمع. فضل يعلم نفسه حاجات حلوة خالص، لغاية ما في يوم قعد يفكر، هو يعني ممكن أعمل حاجة تنور الهوا ما يطفهاش؟ قعد يفكر، فكر وياي، فكر وياي. هو ممكن أعمل حاجة الهوا ما يطفهاش، حاجة تنور؟ دي عايزة اختراع، عايزة إيه؟ اختراع. قعد يفكر يفكر، فكر وياي، ما بيفكرش، فكر وياي، فكر وياي، لغاية ما في يوم عمل فكرة جميلة وراح يوريها الأستاذ في الجامعة. قال له أنا فكرت في حاجة مهمة، إحنا عندنا كلنا بنولع الشمعة، يجي شوية هوا يطفو الشمعة، نولع الشمعة، يطفي الشمعة، ها؟ طب نعمل إيه بقى؟ عايز افكر في حاجه. خدوا بالكم يا ولاد ازاي بيفكر. عايز افكر في حاجه الهوا ما يطفهاش، انا اللي اطفيها لما اعوز وانورها لما اعوز. في افكاره الحلوه ده هي اخترع حاجه اسمه المصباح الكهربائي. جه استاذ الجامعه ده وخد البحث كده وقعد يقراه، وقال ايه الولد ده؟ ايه الشطاره دي؟ ايه ده؟ ده بحث حلو خالص، ده ممكن الكلام اللي عامله ده نطبقه. وفعلا ابتدوا يعملوا تجارب، وعملوا التجارب كده بسرعة وراحوا مطلعين، وطلعت اللمبة الحلوة المنورة دي. شايفين منورة ازاي؟ لو جه شوية هواء تفوق، يلا انفخوا فيها كده كلكم، جامد جامد جامد.
تكتفاش وعمل لنا اختراع جميل حلو خالص، وابتدى بعد كده يعمل شوية اختراعات تانية كتيرة وكتيرة وكتيرة وكتيرة. الولد ده اسمه ايه؟ توماس ألفا إديسون. توماس ألفا إديسون. يلا نقول اسمه تاني. توماس ألفا إديسون. إديسون، واخترع المصباح الكهربي وعمل اختراعات كتير، أحيان بيقولوا إنها ألف اختراع، لكن الحاجة اللي نتعلمها منه إن هو بيحب الإيه؟ أصل اللي يقرأ كتير يعمل إيه؟ يعرف كتير ويفهم كتير ويشتغل كتير ويخترع ويخترع كتير. دي حكاية أديسون، وأديسون اللي اخترع المصباح، والاختراع ابتدى منين؟ من حاجتين، القراءة والفكر. دايما الاختراع يبتدي كده. هو الشمعة بتتطفى من الهواء، هو ممكن اعمل حاجة تنور ما تتطفاش، هي دي الفكرة، واخدين بالكم؟ وعمل المصباح الكهربائي اللي بقى اجمل حاجة، بقت كل الناس بتعمله وكل الناس بتستخدمه، حتى الراجل الفقير الغلبان تلاقي قاعد في كوخ كده وجايب لمبة موصلها بالسلك تنوره. وبعدين بعد كده الاختراع تقدم، وابتدى الاختراع يجيب ايه؟ اختراع يجيب اختراع. وعشان كده الدنيا بتتقدم، بيعملوا اختراعات كتيرة. الراديو زمان كان قد ايه؟ قد كده اهو. الراديو كبير كده، فضل يصغر 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 لغاية ما بقى راديو صغير. طيب التليفون كان زمان قد ايه؟ كان تليفون كده مش كده؟ وقعدوا يدوروا كده صح؟ فضل يصغر 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 لغاية ما بقى قد ايه؟ قد كده؟ نقرا كتير. والاختراع يجيب اختراع. حلوة الحكاية؟ كل واحد يقول لي بقى اختراعنا ويعمله. يلا انت ايه؟ عربية فيها مروحة من فوق، لو الدنيا زحمة لو عايز اوصل مشوار بسرعة اتك على زرار المروحة. دي اختراع جميل خالص. بوتاجاز صغير يعمل ايه؟ بيطلع نار. طب نسوي فيه الحصانية البطاطس ازاي؟ بس هو قد كده؟ الصينية قد كده؟ ولا يمكن واحد اخترع فرخة صغيرة كده؟ اختراع قول. عاوز اعمل مخدة بتسجل الاحلام. مخدة بتسجل الاحلام؟ ايه المال ده؟ اختراع يبقى جميل خالص. والواحد يقوم كده من النوم يعمل عينه كده لما اتفرج على الفيلم بقى مش كده؟ اتفرج على الفيلم. اتفضل. عربية بتمشي لوحدها، دي حاجة جميلة خالص. يعني اركب العربيه واقول لها وديني المحله الكبرى، توصل المحله الكبرى. عايز اعمل صليب تدوس على الزرار يكون في شاشه كده صغيره مدوره، ما تدوس عليه وتقول الاسم القديس يطلع لك قصه حياته بالكامل على الشاشه المدوره الصغيره للصليب. صليب كده، صليب زي ده، في زرار كده في الوسط اضغط عليه اقول انا عايز القديس ماري مرقص، اقعد اتفرج على الفيلم. ده اختراع جميل قوي، ده انا نفسي في الاختراع ده. ده اختراع، والواحد يدوس كده يجيب الفيلم بتاع ابونا فرتاوس مش كده؟ نسى البريه صح؟ عربيه ضد النار وبتشتغل بالميه. عربيه ضد النار، جميل. ما يبقاش فيها بنزين بقى. نحط فيها ميه. الانسان الالي اللي بيتكلم عن الانسان العادي. جهاز يتكلم عن انسان يعني يعمل ايه؟ يقعد يعيط مش كده؟ طيب انا اقول لكم بقى اخر حاجه. واحد قرا القصه الحلوه اللي انا قلتها لكم ده هي، وبعدين في يوم كان بيحب بنت، ولد بيحب بنت ساكنه بعيد كده، وبعدين قال انا بحب البنت اللي هناك دي، وبعدين في يوم قابلها جه يكلمها لقاها ما بتتكلمش، اتريها يا ولاد ويا بنات ما عندهاش ودن بتسمع. قال يا نهار ابيض ما بتسمعش، طيب انا هرجع واقعد اقرا واذاكر واتعلم وافهم وافكر اعمل لها ودن صناعيه عشان تسمع بيها، عشان انا بحب البنت دي كويس.
قعد يفكر 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 لغاية ما اخترع اختراع جميل قوي. عارفين الاختراع ده اللي هو ايه؟ لا مش السماعة، اللي هو التليفون. صوروا بقى التليفون بتاعنا بتاع زمان ده، هو قصد بيه اسمه جراهام بيل. اسمه ايه؟ جراهام بيل. قعد يفكر ازاي يعمل لها ودن عشان تسمع بيه، فالاختراع بتاعه طلع تليفون، والتليفون اتطور بعد كده لغايه ما بقى الموبايل اللي في ايدينا. المهم نفكر، المهم ايه؟ نفكر نفكر نفكر. القصه حلوه؟ اه قوي. تاخد 7 من 10 ولا 6 من 10؟ 10 من 10. ونسقف لها قد ايه؟ طبعا انتوا بتسقفوا للي اخترع المصباح الكهربائي مش كده؟ طيب مين ناوي يعمل زيه؟ كله هيعمل زيه؟ طب خلاص كل واحد يبص للي جنبه ويسقف له. تفضل. أقبل الآيات يا سيدنا. أنا اسمي إيريني من أبرشيت مطويل منيا. كويس. أنا جاية أول مرة أحضر مؤتمر زي كده. بس جاية دي جميلة. جاية. تصوري يعني أجمل من كلمة جاية. جاية دي كده فيها رقة. شكراً يا سيدي. أنا جاية. أول مرة أحضر مؤتمر زي كده واستفدت كتير. أنا مش واخدة جامعة ولا حاجة، أنا دبلوم، بس دايماً بشوف الاهتمام بالمحافظات بالمدن الكبيرة. مفيش اهتمام بالكرة، مفيش اهتمام بالعزب. ناس كتير يعني ما عندهاش وعي، ما عندهاش إدراك، مفيش حاجات بتتقدم حلوة جديدة عندنا. انت اسمك إيه؟ إيريني. إيريني؟ انتوا بتسموا إيريني برضو في البلاد الصغيرة؟ ده زي البلاد الكبيرة اهو. ايوه. كويس. فنفسي يكون في وعي. طب يا بنتي انتي حاضرة ويانا اهوت، والمؤتمرات دي بتوصل لكل حاجة وكل إبرشيات، وحكاية قرية ومدينة وكبيرة وصغيرة مش في فكرنا خالص. بس مفيش من قداستك اهتمام بالكرة دي، تتعمل فيها حاجات جديدة، تتعمل في ناس تهتم بالناس دي. ازاي يعني نعمل ايه؟ يعني ممكن تتبعت خدام من محافظات كبيرة تعمل وعي للناس، تتكلم معاهم، تخلي دماغهم تبقى فيها انفتاح وتفكير كبير. هم اللي مؤاخذة دماغهم فيها ايه؟ ناس بسيطة. ما طب يعني بالعكس، يا ريت كل الناس بسيطة. يا ريت كل الناس بسيطة. أشكرك يا إيريني، وكل مرة تيجي عندنا. كويس. أبونا ميكروفون اهو كده. رقم إيه؟ 12. هو رقم كام؟ هو سيدنا في الحقيقة ده مش سؤال. أمال ده حب من قلبي لقداستك. أستأذن قداستك في دقيقتين. يا ريت من أمثالك كده 10 كنا خلصنا. البابا أنبت وادروس الثاني يعلم ويهتم بالجميع بكل تفاني، ومواقف حكيمة لها معاني. البابا طقسي وكتابي وشبابي، أصله ترهب بالأنبا بشوي جنب الوادي. تلاقيه أسد وأحيانا تلاقيه هادي، بيدلل كلامه بأمثلة وقصص لتبسيط المعاني. فهو يعرف يخاطب البسيط وأبو تعليم عالي. خدمة سيدنا خدمة منظمة بكل المعاني، وكل شيء بحساب وترتيب وفكر روحاني. يعلمنا كل يوم واسبوع وشهر عالتوالي، وليه كلمات مقصورة لها طعم تاني، وتدريب روحية كل شهر غير التاني. شهر نشكر
وشهر تبقى عندي حكمة ملزماني. والنهاردة مجتمعين لبناء العقل الواعي عشان تميز بين الباطل وما هو حقاني. من عمق القلب بنشكرك يا سيدنا الغالي على هذا اللقاء الجميل وهذا الفكر السامي. بندعي لك يا سيدنا يحفظك للكنيسة مع وافر الدعاوي. حللني واذكرني ابنكم القس دوماديوس بيباوي. ادي الاعلام ولا بلاش؟ ربنا معاك. متشكر متشكر خالص. بلاش نعتبره ده سؤال مش كده؟ اهو ابونا مكانه اهو. ماشي شكرا. يلا ما هو لازم ابونا يبقى بديله ابونا، ما ينفعش اخونا. ربنا يديم قداساتكم يا سيدنا. ابونا مين؟ ابنك شنودة ورشيد مطاي. مطاي برضو من عند إيريني؟ من عند إيريني. جاي من عند إيريني؟ تفضل. قداستك تبنيت الرؤية الشاملة والوعي ابتداء من الأطفال والفتيان والشباب وكل الشعب الكنيسة. ربنا يديم نيافتك قداستك علينا ويديك دايما العمر المديد. بس هو في مفهوم احنا مثلا عندنا في الكنيسة ظلم أمه فلم يفتح فاه، وقصة الراهب مارين. الراهب مارين اللي هو قعدت مظلومة 20 سنة، وبعدها قصة أبو مجار. قداستك والمركز الإعلامي وده الصح، إن إحنا لازم يعني ننور الشعب والحقيقة تكون في وقتها وتكون واضحة في الكنيسة. لما أجي أدي قصة زي دي للطفل يعني إزاي أوفقها؟ يا ترى هو يسكت ولا الحقيقة تتضح؟ علشان يعني أحيانا السكات بيعمل مشكلة في الكنيسة. الحكمة حبيبي، الحكمة الحكمة. الأمور كلها عايزة كل موقف في حاجة اسمه قانون الموقف. مش كل موقف زي التاني، كل موقف عايز صلاة وعايز فكر لو أمكن فيه مشورة، ولازم الواحد ياخد أكشن. ففي الصمت قد يكون علاج للموضوع، الكلام قد يكون علاج لموضوع تاني، وهكذا. مفيش، مش كل الناس زي بعضها، مش كل المواقف زي بعضها خالص. شكرا. مثلا انا هدي حضرتك مثال. يوم نياحة انبا ابراهام، كويس، جالنا الخبر الصبح الساعة 11. احنا من اسبوع قبلها او 10 ايام بنتابع الراجل دخل المستشفى. الراجل عنده السكر بقاله سنين، عشرات السنين. انبا ابراهام اتعرض لاعتداء من حوالي 10 سنين. الاعتداء ده سبب له نزيف في العين، فقد بصره، صحته معتلة. جالنا خبر دخل المستشفى فترة حوالي اسبوع او اكتر واتنيح. خلاص على طول ابتدينا نتابع ونكلم الاباء هناك وابونا الوكيل ونعمل الوفد اللي هيسافر. بما ان اللي اتنيح مطران لازم يبقى فيه مطران يسافر. بحثت لقيت ان نيافه انبا بشوي ممكن، رؤساء الاديره رئيس ديره انبا سرابامون، رؤساء اديره تانيين، يبقى فيه كاهن، يبقى فيه شماس يمثلوا الكنيسه. عملت 7 خلاص، وخلاص بنعمل اجراءات السفر والحاجات دي كلها. بالليل رحت شبرا الخيمة الاجتماع، اجتماع الاربع. الموضوع ده كان يوم 4. عملت الاجتماع وقعدت ويا انبا مرقص وزرت الاماكن الحلوة وافتتحنا قناة كوجي وقابلنا السيد المحافظ هناك، وكان يوم حلو خالص. واتكلمت محاضرة عن الاطفال، وقفت سلمت على الناس وخرجت من الكنيسة. وانا خارج من الكنيسة ابونا السكرتير وطى عليا قال لي على فكرة الأنبا ابراهام وصى انه يدفن في القدس. انا كل فكري لغاية هذه اللحظة انه هيتصلى عليه هناك وهيجي عندنا هنا يدفن في الدير. كل ده الفكر اللي في ذهني. فقال له هيدفن في القدس يعني مش هيجي هنا؟ رحت قايل له على طول لا انا لازم اسافر، وخدت القرار بالليل.
الصبحية ما خدتش القرار لأن عندي مبررات أنه هيجي هنا في مصر ونصلي عليه، وكنت هقوم بنفسي أنا في عملية الدفن في الدير. لكن لما لقيت الوضع قلت لازم أسافر القدس، الوضع اتغير، الموقف ألزمني بكده. عملنا شوية إجراءات في ظرف ساعات كنت مسافر. فدايما حتى طلعنا بيان الساعة 11 بالليل أن الوفد هيسافر برئاسة فلان، علشان برضو العملية ما تبقاش مفاجئة للجميع، لأن أنا لسه كنت قايل في العظة أنا شكلت وفد. فإحنا في حركة مستمرة وبنحاول نصنع ما يريح ضمائرنا. فيش حاجة بعملها، عندي ضمير وبفكر وبصلي وعارف مسؤوليتي كويس، ولما باخد قرار في حاجة باخد القرار وعندي ما يبرره 100% خالص، أعي تماما أنا مسؤوليتي إيه. دي حاجة يعني لازم تبقوا واثقين فيها خالص. أما يطلع بقى إشاعات ويطلع كلام زي الهوسل الهوجة اللي طلعت ده، هي طبعا تبعتوها مش كده؟ أهي أعطينا للإعلام حاجة يقعدوا يشتغلوا بيها، يقعدوا يتكلموا فيها. سافرنا بطائرة مصرية. طب سافرت ليه يوم الخميس والجناز يوم السبت؟ لأن السبب بسيط قوي، الطيران المصري خميس وحد، أعمل إيه يعني؟ أعمل إيه؟ فسافرت الخميس، قعدت الخميس أستقبل معزين من الطوائف ومن الكنائس، ويوم الجمعة بالمس صليت قداس اللي هو الثالث بالنسبة للمتنيح، وصليت القداس ورجعت على طول، ما زرتش حاجة خالص لأن أنا رايح لهدف. قالوا لي تعالى زور المسؤول ده والمسؤول ده، قلت أنا جاي لهدف واضح يعني في الأراضي المقدسة، ولا رحت بيت لحمة ولا رحت الناصرة، ولا أنا جاي لهدف محدد. لما يبقى في وقت زيارة نزور، مش ده الصح؟ مش ده الصح؟ مش كده؟ طيب لو كنت ما رحتش ايه رأيكم؟ كانوا مش هيتكلموا؟ مش كده برضو؟ وشوفوا ما راحش، ده اسمه كلام، وده الشخص التاني في الكني. عارفين جحا؟ بتحبوا حكايات الاطفال؟ احكي لكم، اقعد يا ابونا احكي لكم حكاية. جحا كان واخد ابنه وماشي يا حلوين وياهم الحمار، فركب هو وابنه على الحمار، فقابلوا ناس في المحطة الأولى، قالوا إيه الراجل القاسي ده واخد ابنه والحمار وهو تقال على حمار واحد، إيه القسوة دي؟ فقال لابنه طب احنا في المحطة الجاية نغير. جه في المحطة التانية حط ابنه ومشى هو جنب الحمار، فقابلوا الناس في المحطة التانية وقالوا له إيه؟ شوف الواد اللي ما ترباش راكب على الحمار وسايب ابوه اللي يمشي، ده اسمه كلام؟ قال طيب في المحطة الثالثة نغير. جه في المحطة الثالثة ركب هو على الحمار وخلى ابنه يمشي جنبه، قابلوه الناس بتوع المحطة الثالثة شايفين الراجل كله قسوة، قال هو راكب وسايب ابنه تحت. قال طب في المحطة الرابعة نغير، ننزل انا والواد نمشي جنب الحمار كويس، او شايفين الراجل ما بيفهمش بقى ايه وسيله مواصلات وما يستخدمهاش. قال طيب المحطه الاخيره بقى نعمل بقى هشيل الحمار كويس، قالوا شايفين الراجل المجنون. عارفين القصه؟ ايه رايكم؟ صنعنا هذا، زمرنا لكم، نحن لكم. دي طبيعة الحياة، والحكمة تبررت من منيها. دي طبيعة الحياة، عشان كده لا تلتفتوا لحاجات كتيرة. الكنيسة كلها أبائها كله يعمل فيهم روح الله، يهمهم خلاص نفسهم، كل واحد فينا يهمه خلاص نفسه، مش كده؟ الكنيسة لا تختلط بالسياسة أبدا، بنعمل اللي يريح ضميرنا ويرضي المسيح.
ما بتكلمش على نفسي، بتكلم على كل الكنيسة. ثق، أنا أول كلمة قلت لكم كنيستنا زي الجبل مش كده؟ ثق تماما. يجي يقول لك عمل كذا، والمجلة الفلانية تنشر عناوين مثيرة خالص وكلها قباحات مش كده؟ ولسه هتنشر قباحات تاني، وبعدين تكونوا انتوا تروح تشتريها. تشتريها ازاي؟ يعني انت بتدعمهم؟ ما تخليك ناصح، ده احد الادوار بتاعتكم كده، اللي بيشتمك تروح تكرمه؟ ايه ده؟ فخليك ناصح. ويعتمدوا على كده، يقول لك اعلى نسبة توزيع الجريدة الفلانية والمجلة الفلانية والبرنامج الفلاني. خليكم ناصحين. انتم منورين واهلا وسهلا بيكم. الحكايه بتاعه النهارده كانت في ورشه النجاره، ورشه كبيره للنجاره وجنبها مخزن كبير خالص. جه الراجل النجار نادى لابنه، قال له تعالى يا ابني، قال له ايوه، قال له تعالى نروح الغابه علشان ناخد منها شويه اشجار. شالوا المنشار على كتفه وخدوا بعضهم، هم ماشيين راحوا لغاية الغابة. هم في الغابة هناك ماشيين في وسط الأشجار كده، يقولوا الشجرة دي تنفع، الشجرة دي ما تنفعش، الشجرة دي كبيرة، الشجرة دي صغيرة، الشجرة دي خشبها حلو، الشجرة دي خشبها ناشف، الشجرة دي فيها سوسة. لغاية ما قربوا لقوا ثلاث شجرات بيتكلموا يا بعض. الشجرة الأولانية بتقول لنمرة 2 و3، يا أختي أنا بأحلم أبقى صندوق مجوهرات، ياخدني راجل نجار ويعملني صندوق يحط فيه المجوهرات والذهب واللؤلؤ والحاجات الغالية دي. راحت نمرة 2 قالت لها ده أنا كمان بحلم، ده أنا بحلم إن أنا أبقى مركب كبيرة كده، والمركب دي يركب فيها قائد كبير وتمشي في البحر. بص للتالتة وهي بتحلم، راحت قايلة ايه؟ قالت لهم انت بتحلمي بايه؟ تبقي صندوق مجوهرات؟ وانت بتحلمي بايه؟ نفسك تبقي مركب؟ انا بأحلم اكون فوق فوق، اكون طويلة خالص خالص خالص. قالوا لها ما انت طويلة. قالت لهم لا انا عايزة ابقى طويلة، ابقى عالية عالية خالص. قالوا لها ايه الحلم ده؟ يعني ايه هيشدوك كده زي الاستك تكبري؟ فالراجل النجار هو وابنه سمعوا الاحاديث دي، وبعدين راحوا باصين كده لبعض، قال له ايه رأيك في الشجرة دي؟ قال له حلوة. ورأيك في الشجرة دي؟ قال له جميلة. وقال له رأيك في الشجرة دي بالمرة بقى؟ يلا هات المنشار. نزل المنشار ومسك قدامه وقعد يعمل انشار كده، يلا امسكوا بقى المنشار، يلا جامد عشان الشجره كبيره مش سامع. اول شجره راح توقع، يلا الشجره الثانيه جامد، ها وراحت ايه الشجره الثالثه تخينة قوي مش راضي تقطع. يلا ساعة ما هو عمل عفار جامد كده وعملوا كده على عينيهم علشان العفار ما يجيش في عينيهم والتراب، وبعدين ايه ابتدوا يشيلوا قصاد بعض ونادوا شوية رجالة عشان يحطوها على العربية وينقلوها المخزن. وعدت الأيام والأيام، وفي يوم من الأيام جه راجل فلاح للنجار وقال له يا عم نجار عايزك تعمل لي يعني مكان عشان احط فيه التب
عشان الحيوانات تاكل فيه. فالراجل النجار قال لابنه، قال لابنه روح للمخزن وهات شجرة من اللي قطعناهم عشان نعملها للراجل ده اللي عايز مكان علشان ياكلوا فيه الحيوانات. راح جاب الشجرة، الشجرة اللي كانت بتحلم انها تبقى صندوق مجوهرات. وبعدين انشر وقطع ومسمر ويلا، ونقلوها علشان تبقى يحطوا فيها الاكل بتاع الحيوانات التب. الشجرة وهم بيقطعوها تقول يا ميلت بختك، مش هتبقي الصندوق مجوهرات، هيعملوكي للتب، هيحطوه فيك الحيوانات. وقعدت تبقى متضايقة كده وزعلانة ووشها مغيم كده. عايز اشوف وشكم هو مغيم كده، يلا متضايق، يلا الشجرة متضايقة خالص. ولفت الايام وحطوا الصندوق بتاع التبن ده، اتاريه حطوه فين؟ حطوه في مزود، والمزود ده مين جت فيه عشان تولد؟ العذراء ماريا تولد المسيح. وراح حاطين المسيح نونو الصغير حطوه في صندوق التبن ده. ياه الشجرة بقت فرحانة خالص وتقول الله، أنا بقى عندي مجوهرات أحسن من المجوهرات اللي كنت بحلم بيها. أنا كنت عايز ذهب ولؤلؤ ومجوهرات غالية، أنا الصندوق بتاعي بقى فيه المسيح نفسه. الشجرتين التانيين الخشب بتاعهم في المخزن. وبعدين بعد كده كذا شهر وكذا سنة والراجل نساهم، جه ابنه يقول له يا عم يا نجار انت ناسي الشجر اللي كان بيحلم؟ قال له يا ريت تجيب الشجرة اللي كانت بتحلم عايزة تبقى مركب. جاب الشجرة، شدوا وياي كده الشجرة، الشجرة كبيرة قوي. وبعدين قطعها حتت، يلا قطع الشجرة حتت، يلا نمسمر، يلا دق مسامير، مسامير في الجنب هنا وفي الآخر، يلا وهنا وهنا وهنا. بقت مركب كبير قد كده. مركب قد ايه؟ مش شايف قد كده. وبعدين جاب مجدفين مش كده عشان المركب تمشي، وكان زمان مفيش مواتير للمركب عشان المركب تتحرك وتعوم في المية. وبعدين المركب تقول ايه؟ يا خسارة يا ملت بختك، عملوكي مركب عادية. وفي يوم من الأيام جت المركب جنب الشط كده، وبعدين مين ركب فيها؟ سيد المسيح. هو لسه مركبش فيها، هو شاف المركب كده وبعدين قال له مين اللي في المركب ده؟ قال له أنا بطرس. قال له يا بطرس، هو انت عندكم سمك في المركب؟ قال له يا يسوع، ده احنا قعدنا طول الليل عشان نجيب سمك، ما جبناش سمكية قد كده. قال له طب ارمي الشبكة هنا. لما رموا الشبكة جه سمك كتير خالص. راح بطرس الرسول قايل عبارة حلوة قبل وهو بيرمي الشبكة، راح قايل كده قد تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيء، ولكن على كلمتك ألقي الشبكة. رموا الشبكة، يلا ارمي ويا الشبكة. الشبكة بترمى كده وبعدين نشدها، يلا ارمي بعيد وشد، يلا بعيد. وهم مرة رموا بعيد وجم يشدوا، مش راضية الشد، شدوا وياي يلا. ها كامل مليانة مليانة سمك كتير خالص خالص خالص. حط فيه السفينة، والسفينة بقت فرحانة خالص علشان بابا يسوع شاف السفينة دهيت واستخدمها بعد كده، وبقى يعلم الجموع. وبقت الشجرة فرحانة ان ركبها قائد عظيم وجه الدور على الشجرة التالتة. عايزة تبقى ايه؟ تطول ازاي دي؟ وبعدين الواد ابن النجار قال له ايه؟ قال له يا بابا الشجرة اللي كانت عايزة تبقى طويل. قال له يا ابني هنعمل بيها ايه؟ هي عايزة تبقى طويلة هنعمل فيها ايه دي؟ أقول لك هات الشجرة وشقها اتنين بالمنشار كده بالطول. يلا امسك المنشار وهي بشويش، لا بشويش خالص، المنشار نازل اهو بشويش. أيوة 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 لغاية الآخر، لغاية الآخر خالص بقت حتتين. وبعدين
راحوا حاطين الحتتين فوق بعض، عملوا ايه؟ صليب. الشجرة تقول بقى كده يشقوني اتنين ومليش استعمال وما يعملوش بي حاجة. طب اختي الاولانية بقت مكان حلو اتولد فيه المسيح، والشجرة التانية بقى ركب فيها المسيح السفينة، طب انا يشقوني اتنين كده بس؟ وهي بتعمل كده جابوا المسيح وعلقوه على حتتين الخشبة دول وراح حاطينهم في حتة عالية فوق جبل ايه؟ جبل ايه؟ فوق كده خالص. يلا ارفع ايدك كده، بقت شجرة عالية خالص خالص، الصليب عالي اهو اهو اهو، بس ما كانش ناعم كده بقى طبعا، مش كده برضو؟ ده الشجرة كانت مشقوقة اتنين، والشجرة بقت فرحانة ان الحلم بتاعها اتحقق، مش كده؟ انهي شجرة فيهم بقت حلوة قوي؟ الاولانية؟ التلاتة. التلاتة، واحدة في ميلاد المسيح، واحدة في خدمة المسيح، واحدة في صليب المسيح. حلوة الحكاية؟ ثلاث شجرات حلوين والثلاثة أحلامهم حلوة. طب وانتوا عندكم أحلام حلوة؟ كل واحد يغمض عينيه كده شوية، غمض واحلم وياي أي حلم، حاجة نفسك فيها. يلا ها، اللي حلم حلم نفسه فيه يرفع ايده كده بشويش وانا شايفكم كلكم. اتفضلي. عايزة ابقى دكتورة. تبقي دكتورة؟ سفير. تبقى سفير. عايزة ابقى راهب. تبقى راهب. نفسي اكون غواص مشهور. غواص تحت المية. عايزة اروح الملكوت. عايزة اروح الملكوت. عايزة ازور المزود زي السيد المسيح. تروحي مزود السيد المسيح؟ حلو خالص. المس النار اللي ما تتحرقش في عيد اليوم. النور النور. ها، نفسي يظهر العذراء والمسيح. شوف الست العذراء، الله ده حلم جميل. ده كل احلامكم جميله حلوه خالص. الواحد لما يبقى يحلم يعمل ايه؟ يصلي ربنا، يقول له يا رب انا نفسي في كذا، الحاجه اللي انت قلت عليها، وتجتهد وتكون انسان امين، ربنا حقق لك الحلم. حلوه الحكايه بتاعت ثلاث شجرات. سقفوا بقى. يلا برافو برافو برافو. تفضل. ابنك أبانوب يا سيدنا مزازي. أهلا بك يا حبيبي. أهلا بك يا سيدنا. من متطلبات العصر السوشيال ميديا، والمفروض الوعي مش قاصر على الشعب بس، الوعي المفروض على الكهنة كمان. يعني الكهنة اللي عندنا أغلبيتهم كبار في السن، تمام؟ ممكن رافضين الوعي اللي هو مربوط بالسوشيال ميديا، يعني مفيش لينك ما بيننا وما بينهم. هم الكبار هيعرفوا يعني ايه السوشيال ميديا ويعني ايه لينك، المفروض يا سيدنا يعني يكون في وعي لكده. يعني معلش يا حبيبي، كل انسان سنة بس، كل انسان له زمنه، كل انسان له زمنه. انا فاكر مرة راهب في الدير عجوز جدا عمره ما شاف التلفزيون، عمره ما شاف التلفزيون، ده في اول ما دخلت الدير يعني سنة 86 كده، عمره ما شاف التلفزيون. جابوه حطوا له قدامه تلفزيون، الراجل بقى يتجنن مش مصدق ان في حاجة بالشكل ده. فكل زمن له اختراعاته وله اوصافه. معلش فلازم بعد إذنك يا سيدنا. الكبار نحاول نقدم لهم ما في العصر بس بطريقة حنينة شوية. أنا أقول لقداستك المشكلة بقى، لما جه الكهنة الصغيرين اهتموا بالموضوع ده، الكهنة الكبار واجهوهم. ما هو طبعا، لأن المجهول دايما نقف ضده، اللي عرفه أصلا ما عرفوش، واللي نبات فيه نصبح فيه، شيء طبيعي. فلازم الحكاية تتقدم بطريقة بسيطة. طب آخر حاجة سيدنا، أنا آسف طولت عليك. كنت في افتقاد من في نسبة ضئيلة جدا ما تعرفش حاجة عن الوعي الإعلامي والوعي بالسوشيال ميديا،
ففي بيوت ما تعرفش اي حاجه عن الكلام ده، المفروض نقدم لها ده ازاي يعني؟ انت كخادم في البيت ده تبتدي تشرح، امال احنا مجمعينكم ليه؟ ده لو كل واحد بس شرح اللي بيتعلمه واللي يعرفه العشرين بيت جماهير تعرف الكلام ده، ما هي دي وظيفتك. شكرا. اشكرك. عايزين في واحده رافعه ايديها؟ اتفضلي حضرتك. يبقى خدنا واحد ودي واحده، مفيش ابونات فوق. اتفضلي. مساء الخير يا سيدنا. مساء النور. انا ميري خميس، خريجه كليه اعلام. ميري ايه؟ ميري خميس، بغض خميس. النظر عن خميس يعني رشيم الصليب كده. ما انا بعكسها بس. انا عارفها. ايوه قولي يا ميري. خريجه كليه اعلام جامعه القاهره وحاليا بعمل ماجستير. برافو يا بنتي. انا بس كان عندي تعليق على اللي قدستك قلته، الامكانيات والقدرات، ان احنا المفروض الشخص يكون كواليفايد ان هو يكون في وظيفه معينه. طب ده يتحقق ازاي لما انا مثلا واحده خريجه اعلام واجي اسال في اي قناه مسيحيه مثلا على سبيل المثال، الاقي ان حتى الواسطه موجوده جوه القنوات دي؟ تلاقي ايه؟ الواسطه. الواسطه فيعني المفروض ان انا يعني حتى الوسط الكنسي انا مش لاقيه فيه مساواه، فلما اروح الاقي فلان طرف سيدنا كذا وفلان، مش بلاقي نفسي، مع اني المفروض ان انا اعتقد ان انا كواليفايد يعني. بصي يا ميري، شطارتك وكفاءتك وعلمك هو اللي يؤهلك للعمل في اي مكان، مش بس ديانتك. لا سيدنا، هكمل لحضرتك. كمل لحضرتك. يعني حتى لو كان القنوات دي على فكرة إمكانياتها محدودة خالص، والناس اللي بتشتغل فيها بقى، القنوات دي هتبقى زي القنوات التانية؟ سيدنا أنا بذكر القنوات المسيحية على سبيل المثال على أساس إن ده أبسط مثال يعني. يعني ده الوسط الكنسي وبلاقي فيه كده. وموضوع الوسطة، موضوع الوسطة موضوع في كل حتة في الدنيا. يقول لك التوصية، ده لما يجي واحد يدرس دكتوراه يقول لك هات لي توصية من حد يعرفك. ده عندنا لما يجي مثلا اساتذه يدرسوا، كهنه يدرسوا بره، يقول لك عايزين توصيه من فلان، اهي واسطه. فموضوع ده موضوع موجود نوع من التاكيد او نوع من الاطمئنان للشخص. لكن كفاءتك يا بنتي هي اللي تفرض نفسها، شطارتك هي اللي تفرض نفسها، مش بس في القنوات المسيحيه، في اي مكان وفي اي مكان عمل. وان كان المكان ده مقفول هيبقى لك شغل تاني في مكان حلو. طيب بتشتغلي؟ لا انا خريجه السنه اللي فاتت وحاليا بعمل ماجستير. ربنا يفتح لك باب الرزق. ربنا يخليك يا سيد. لما نوصل لهنا تفضل حضرتك. جي لك الميكروفون اهو. تفضل. بعد تقبل ايديكم الطاهره سيدنا. اهلا بيك. ابنك ماركو حسني الفيوم. مين؟ ماركو حسني. اهلا وسهلا. الفيوم. يعني بناء عن اللي احنا خدناه النهارده وانتشار الوعي، وان احنا نفسنا ان احنا فعلا زي ما الاخوه قالوا ان احنا ننشر وعي في كل مكان، فليه ما يتمش؟ يعني احنا دلوقتي تقريبا عددنا هنا حوالي مثلا 500 مثلا او يمكن اكتر شويه. لكن لو تم عمل كورسات في كل إبروشية، وشخص من الناس اللي بيدربوا هنا يجون الإبروشيات، هيبقى أسهل في التنقل وأسهل إن هم يقدموا حاجة باتفاق مع اسقف الإبروشية إن هو يعلن مقدمة على حاجة زي كده. طبعا العدد هيزيد لما أعمل في كذا إبروشية، أنا بدل 500 هيبقى عندي 5000 و10000 وأكثر من كده. دي أول حاجة. بنفس الوعي برضو في التعليم الإكليريكية، كهنا في الكاتدرائية ساعة ما كنا ندرس في الإكليريكية كان صعب جدا إن احنا بناجي، وفي أيام فيها المواصلات بتبقى زحمة جدا، احنا كنا ممكن نروح الساعة 2 بالليل عشان نلاقي مواصلات في يوم الخميس ده مثلا. فليه ما يتمش عمل حاجة زي الإكليريكية باتفاق مع الإكليريكية؟ في عندنا في كل إبروشية أعتقد إن في ناس درست وفي ناس خدت ماجستير ودكتوراه أكفاء إن هم يعلموا آخرين زي ما الكتاب بيقول. ليه ما يتمش عمل اتفاق الإكليريكية مع الناس دول؟
ونبدأ عمل كورسات في الإبروشيات نفسها ويتم الامتحان هنا في الكاتدرائية. دي أفكار كلها حلوة قابلة للمناقشة قابلة للتعديل. ممكن أبونا بولس هنا في المركز الإعلامي، ممكن أساتذة الإكليركية، يعني ممكن دي اقتراحات جميلة خالص. أشكرك عليها. شكرا. ممكن كلاستك خد منه الورقة خليها وياك. الأخ ده عايز رفع إيده يا عيني. تفضل. نقبل قيادي أيدي قداستكم. أنا اسمي منير ميشيل من بروشيت السويس. سويس. أيوة. أنا كان ليا طلب وسؤال. أول طلب إن إحنا ليه ما نضيفش مشروع 11 للعشر مشاريع بتوع المركز الإعلامي؟ ليه؟ أنا في 10 مشاريع للمركز الإعلامي. حصل تنفذ بينهم 8 وناقص 2 صح كده؟ ليه ما نضيفش مشروع 11 يبقى فيه زيارة لقداستك لكل أبروشية على مدار السنة؟ ده السؤال ولا الطلب؟ ده الطلب. السؤال. السؤال بقى من قيمة سنة كده قداستكم أصدرتم مناهج للتربية الكنسية، مناهج للتربية الكنسية لكل المراحل. احنا خدنا المناهج دي وطبقناها السنة اللي فاتت كمرحلة إعدادي في كنيسة جرجس في السويس، بس لقينا ان الدروس الموزعة او اللي بتتاخد في كل جمعة او في كل مدارس احد لا تطابق او مش مناسبة للمناهج او للمرحلة اللي في الكنيسة. يعني مثلا في عيد الصليب نلاقي درس تاني خالص، نبقى في عيد معين نلاقي درس تاني خالص، فالدروس دي لا تتوافق مع مناسبات الكنيسة. فانا عايز اعرف بس وعلى انهي اساس اتحطت هذه المناهج. اولا اللي انت بتقوله ده ليس له صفة العمومية. نمرة اتنين ان المناهج ده هي مشروع الفلسفة بتاعتها في اولها او الكتب. نمرة ثلاثة ان كان لك ملاحظة محددة او ملاحظات محددة حضرتك اكتبها وقدمها لنا في اللي ماسك لجنة المناهج نيافة انبا دانيال المعادي، او بعتها لنا على الكرازة، او بعتها لنا هنا في المقر، يعني في اي وسيلة، وطبعا ناخد بالنا منها. شكرا. بالنسبة للطلب تفضل استريح. لما الكنيسة ترسم بطرة جديد لازم يبتدي السنين الاولى بتاعته بزيارة الأديورة. ده في تقليد الكنيسة. ليه؟ لأن هو أصلا راهب وبعدين حطوه في المكانة الأولى فيقولوا له اوعى تنسى أنك راهب فزور الأديورة. فأنا ابتديت كده، ابتديت أزور الأديورة الأول. إحنا عندنا أديورة في مصر تصل إلى حوالي 50 دير، زرت تقريبا نصه أو أقل من نص شوية. زرت الدير، احضر وياهم، اديهم كلمه روحيه، نعمل التسبحه، نصلي قداس، ان كان في رسامات اعمل رسامه. عملت كده في اديره رهبان واديره راهبات. فالسنين الاولى خدت مني وقت في زيارات الاديره، ده تقليد في الكنيسه قبل زيارات اي مكان تاني. وبرغم كده انا رحت برضه، انا زرت ابرشيه الفيوم، صعيد، زرت أسيوط أول واحدة، زرت سمالوط، زرت في دير أنبا شنودة سوهاج، أكمل، زرت ملاوي، زرت المعادي، زرت شبرا الخيمة، زرت البحيرة، زرت اسكندرية. ورانا ظهر. كويس. وبعدين برا زرت إبرشيات اللي في إيطاليا، اللي في هولندا، اللي في النمسا، اللي في الإمارات، اللي في لبنان، اللي في كندا، اللي في بزوره. والسويس هيجي لها دول، مش كده؟ لازم. ومنفلوط طبعا لازم. السويس إيه؟ ولا لا مش فاهم. لا 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 مفيش حاجة بالشكل ده. نيجي ونزور ونزور أنبا، بس سايبه يعني يقدم شوية. أنبا بيمو إيه؟ ما كملش سنتين.
كويس، ما احنا عايزينها بقى كلي عشان اجي. شاطر انبا بيمو. ده السؤال كان رقم 12. اخر سؤال. لا ما لسه واخدين فوق شغلنا. لا الكوتا بتاعتكم سؤالين بس. طب سؤال ثالث تفضل. واحد يتفضل. تفضل. مينا سمير كنيسة الملك مخايل ابرشيت مدغمر. السؤال يا سيدنا، هل يوجد امكانيه لتوثيق واعتماد شهادات الكليه الاكليريكيه والمعاهد الدينيه داخل مصر؟ لا. اجمل سؤال ده واجمل اجابه. يلا تفضلي حضرتك الميكروفون وياكي. اخر سؤال، حدش يرفع ايده بعد كده. تفضل. إيهاج شوقي من أبرشيت بورسعيد. أيوة. طبعا أول حاجة لينا طلب برضك اللي تزور بورسعيد. تزور بورسعيد وناخد بركة قداستك. أنا بفكر جدية أنا أزور بورسعيد. نسقف بقى. تاني حاجة سيدنا، احنا طبعا انبسطنا جدا جدا أول ما القنوات الفضائية بدأت تنتشر، وطبعا أول حاجة كانت قناة أغابي، بعد كده سي تي في، ميسات، وطبعا قناة كوجي. بس إحنا بنعيب بس على القنوات دي يا سيدنا إن برضك ما بتغطيش وما بتخليش الشعب في نفس الوقت وفي نفس اللحظة الأخبار الكنسية نكون متعايشين معاها. يعني في أحداث مثلا آخر حاجة اللي هو الأحداث بتاعة الانتخابات، طبعا احنا فرحنا جدا اول ما جابوا قداستك وانت في الانتخابات والصور وكده، بس مع الاسف ان القنوات الفضائيه هي اللي جابتها قبل القنوات الكنسيه. في الاعاده قعدنا ننتظر قداستك في الاعاده ما مش انا كنت اول واحد اروح. ده انا اول واحد اخش. لا بس ما زعوهاش يا سيدنا. في المره الاولانيه فعلا فرحنا جدا جدا بقدساتكم. اديني عنوانك وبقول لك ساعتها. لا صدقني يا سيدنا. تاني حاجه برضك في اخبار قدستك بتكون في اللي هي الزيارات الرعويه والرحلات، برضك ما بنلاقيش القنوات ماشيه معانا خطوه بخطوه او يعني تزعلنا. التغطيه على طول الحصريه بتبقى حاجات بعدها. نلفت نظرهم للموضوع ده. تاني حاجة برضك سيدنا معلش. دي عشر حاجة لما بيبقى في برضك حديث مع قداستك او مع اي اسقف نبص نلاقيهم بيتكلموا بسرعة ويقولوا لهم معلش هنطلع فاصل وقتنا انتهى، محسسنا ان احنا بنتفرج في برنامج في قناة يعني سوري يعني عادية اخدين دافعين مثلا تمن كلهم يدوا وقت يعني مريح يعني كده الحاجة. بحيث ان المتكلم نفسه. اشكرك كثيرا يا بورسعيد. انا اشكركم ربنا يبارك لكم.